السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. قالت مصادر من البيت الأبيض لإكسترا نيوز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم السبت في مدينة جدة. أضافت المصادر أن القمة المصرية الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين في القمة الأمريكية الإقليمية. التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من مدينة جدة السعودية إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه ناقش معهم ملف أمن الطاقة ومعلنا عن مشاركة السعودية في مبادرة الطاقة النظيفة. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين ومتابعة ملف الأموال المنهوبة. وخلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، شدد الرئيس التونسي على ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل واضطراب في تزويد الأسواق بالسلع الأساسية. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي أن العراق لن يكون في أي محور أو حلف عسكري في المنطقة. وشدد القاذمي خلال مؤتمر صحفي على أن العراق لن يكون منطلقا لتهديد أي من دول الجوار أو خلق المشاكل عن طريق استخدام أراضيه. حذر الخبراء لدى مصرف دويتشا بانك من ركود اقتصاد ألمانيا. وأوضح الخبراء لدى المصرف الألماني أن معدل التضخم القياسي في ألمانيا لم يصل إلى ذروته بعد، وأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بإمدادات الطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية رفعت مستويات الإنذار عبر أوروبا، خاصة داخل ألمانيا بسبب اعتمادها القوي على الغاز الطبيعي الروسي. ورياضيا، أكمل منتخب مصر لكرة اليد عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد فوز عريض على الجزائر في ختام مباريات دور الثمانية ببطولة الإفريقية بنتيجة 34-19. وبذلك يكون منتخب مصر هو رابع المتأهلين عن قارة إفريقيا إلى بطولة العالم لكرة اليد لعام 2023 والمقرر إقامتها في بولندا والسويد بعد منتخبات كل من المغرب وتونس وكاب فيردي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكراً لحضرتكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.